بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتحدث بهذا الفيديو عن برنامج CNC Simulator، برنامج صغير وبسيط. راح نتعلم به شلون نكتب الكود وشلون نتأكد انه الجي كود مالتنا صحيح. هذه الواجهة اللي نشوفها قدامنا، هذه الواجهة الخلفية الزرقاء، نكتب البرنامج مالتنا. ما راح نتحدث عن تفاصيل الكود، ولكن راح نتعلم شلون نستخدم برنامج CNC Simulator. كيفية ادخالها عبارة عن واجهة نتحكم بها مثل ما نتحكم بالوورد، يعني هذا اذا ننقر هنا نقدر نضغط على اي كتابة اي شيء نقدر نكتبه بهذه الواجهة. الاعدادات راح ندخل ببعض الاعدادات، مثلا الابعاد القطعة اللي راح نشتغل عليها شلون اضيفها في حال انه كان عندي غير قطعة بابعاد غير هذه الابعاد. نضغط على الخيار اللي موجود هنا اللي هو السيموليت، بعد السيموليت ثاني خيار اللي هو ديتيلز سيتنجز. هذه الابعاد اللي هنا موجوده اللي هو اكس اكسس جيت 200 مختارينه، والواي اكسس اللي هي هذا الواي اكسس مثل ما نشوف هنا مختاره 110، والزد اللي هو السمك هذا هو موجود هنا. نقدر نغير السمك من هذا الخيار، نقدر نسوي مثلا السمك 50، راح نشوف تغير عندي السمك. ونرجع مثلا احنا السمك برنامج مالتنا هنا 10، رجعناها 10 تغيرت، نقول له اوكي. ضغطنا على الاوكي، البرنامج مالتنا موجود هنا. اريد هسه اشغل البرنامج حتى اتاكد من انه الكود مالتي صحيح. اجي اضغط على هذا الزر اللي موجود هنا، راح يظهر لي هذا الشيء بيها ثلاث خيارات. الخيار الاول اذا ضغطناه راح يشتغل البرنامج كامل، الخيار الثاني اذا ضغطناها راح يشتغل لي سطر سطر، كل ما يكمل سطر اضغط عليه ضغطة اخرى يلا يشتغل لي السطر الثاني، والاخير هو اذا اريد اخرج من البرنامج او انهاء البرنامج. نجي نختار الخيار الاول، راح يشتغل الكتر وراح نشوف البريفيو بالشاشات الوحدة 2 3 4 اللي موجودة قدام. هنا راح يشتغل عندنا سائل التبريد، هنا السبندل سبيد راح يفتر، والكتر راح يفتر عندنا في هذه الشاشات مثل ما راح نشوف. هذا هو الكتر اجى واشتغل. هذا الخط الاول هنا راح يصير عندنا قوس، بعد القوس راح يصير عندنا خط ثاني وخط ثالث والى نهاية البرنامج. لهنا راح يطفى سائل التبريد ويطفى عندنا السبندل. هذا هو الخيار الاول. الخيار الثاني نقدر نضغط عليه سطر سطر، نجي نشوف شو راح يصير. بهذا السطر اشتغل عندنا سائل السبندل سبيد، اشتغل عندنا سائل التبريد، وجانا الكتر هنا، وكذلك نقرا نضغط عليه البرنامج ونشوف كل سطر شنو اللي راح يصير. هسه هنا وقف، راح يصير عندنا هنا قوس بعد ما نضغط هنا جي او 3، صار عندنا القوس. بعد القوس راح يوقف لحين ما نضغط ضغطة أخرى، راح يسوي الخط هذا. بعد الخط اللي بعده راح ينزل على جانبي وإلى أن نوصل إلى آخر نقطة. رفع الكتر، يرجع الكتر إلى الموقع الأول. هنا راح يوقف MO5، السبندل سبيد هنا بيفتر راح يوقف السبندل. بعد ما صار عندنا هنا ستوب، هنا MO9 راح يوقف عندي سائل التبريد، وراها البرنامج راح ينتهي. هذا كل ما موجود اللي نريد نوصله الى طلبتنا الاعزاء للاستفاده من برنامج CNC Simulator، حتى يعرف انه البرنامج اللي كتبه الجي كود اللي كتبه صحيح او لا. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.